زينب، عندك فوبيا من أي شيء؟ هلا ما في حدا ما عنده فوبيا من شيء، بس دائما بيحاول الانسان يتفائل شوي، ما يفكر بشكل سوداوي. شو ممكن تكون الفوبيا تبعك؟ هلا انا بخاف من العتم. هلا نلعب عم نحكي على من العتم. هلا حنحكي اليوم، موضوعنا اليوم الشعور بالخوف إذا انتشار العديد من الأمراض السرطانية بين السيدات والرجال والأطفال في المجتمع، وتحول الخوف إلى حالة فوبيا مرضية يجعل الفرد يعيش في هوس مستمر وقلق وتوتر دائمين، وقد يؤثر سلبا على شفاء المريض. كل هالمعلومات وأكثر رح نتعرف عليها أكيد مع هبة عرنوس، استشارية نفسية. يسعد صباحك يسعد وأهلا وسهلا صباحك يا فيكي. رب، يسعد صباحكم يا رب، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي يسعد صباحك. هبة، يعني كتير عم نسمع سمعات مؤخرا، بتفتحي مواقع التواصل بتلاقي حوادث، صحيح. تفتحي بتروحي على الراديو بتلاقي تسمعي حوادث. صار مجتمعنا عبارة عن خوف من قصص عم تصير بالواقع، تمام. وخاصة مرض السرطان، لأن كمان عم نسمع ممكن قصص انتصار نتأثر فيها، ممكن قصص عم تأذي مشاعرنا. يمكن تمام. شو سبب الوهم؟ نحن هلا موضوعنا اليوم عن الوهم بالمرض وخاصة السرطان، تمام. وهو المرض يمكن الوحيد اللي بيؤدي للموت. خلينا نقول هلا الوهم اساسا لما بينتج، هو بينتج نتيجه تفكير مستمر، اما نتيجه استماع على تجارب سابقه لاشخاص مثل ما قلتي اما نجحوا او اما فشلوا. تمام. دائما لما بده يبدا الوهم فبيبدا بذوره من اساس التربيه، يعني نحن مثلا لا تاكل لانه هذا الاكل بضر بيساوي سرطان، لا تدخن مثلا موضوع التدخين، فنحن دغري بنعطي النتيجه النهائيه ان كان للطفل او والله للولد. كاتبين لنا على علبة تمام الدخان انه بيؤدي تمام. للسرطان هذا ولا ننهو. بيؤدي هلا بالاعمار الكبيره هن ما حيتاثروا، لانه اساس التربيه من الاساس انه انت خليك عم تعمل هيك شوف شو حيصير فيك بالنهايه. تمام. فنحن زراعه الوهم بتجي هي نتيجه فكره ومضه معينه، ممكن الاهل، ممكن المجتمع، ممكن دعايه ما هي تاثر وتزرع هذا الوهم. هلا لما بتقول وحده بدي انا اتجنب هذا الوهم، اتجنب هذا الخوف، فهي بزيد تركيزها عليه وتزيد تفكيره فيه. نحن بنعرف تفكيرنا باي شيء بزيد طاقه هذا الشيء، اما اقترابه منا او ابتعاده عنا. يعني انا لما بدي اجي افكر خايفه يصير معي سرطان، خايفه يصير معي سرطان، انا عم قوي فكره السرطان، عم قوي قوه جاذبيته لحتى تكون موجوده عندي وطاقتها. يمكن الواحد بيتوسوس بقصه وحتصيبه، يعني تماما حيصيبه اكيد المرض. بصيبه المرض. حتى الاشخاص مثلا اذا هيك بعيدا اللي بتخاف مثلا من خيانه زوجها، هلا خايفه يخوني فحاعمل هيك، خايفه يخوني، فهي ما بتكتشف الا موضوع الخيانه صار قدامها، لانه هي تمام. ما هي عم تبحث عن الشيء السلبي. خلينا نفكر انا كيف فيني احافظ على صحتي بشكل جيد، كيف فيني انا اوقي نفسي او يكون نظام حياتي برنامج حياتي بشكل صحي، مو ابحث وفكر واوهم نفسي بالشيء السلبي، لانه الشيء اللي بفكر فيه بياخذ طاقه الشخص نفسه وبصير بزيده وبغذيه وبيكبر عنده هذا الوهم لحتى يمكن حتى يتحول ويصير حقيقه. هيبه خلينا نتعرف امتى الوهم بيصير بيعمل عنا اعراض مرض حقيقي، مثلا حتى عم نشوف مثلا في عالم على اساس نساء على اساس انهم حوامل وبيطلع انه هذا بيقولوا تماما انه هذا وهم، هذا الحمل بيقولوا الحمل الكذبي، يعني ما في حمل بالاصل تماما. بيكون مع انه نفس اعراض الحامل بيصيبها وبيكبر بطنها وكل شيء. يعني خلينا نتعرف على هي القصه تماما. كمان هلا الوهم ممكن هو ياثر نفسيا، يعني نحن هلا لمجرد ما انا اطلب من اشخاص معينين انه انتم هلا انا نحكي على مستوى الخيال، انه هلا انتم مثلا لا تتخيلوا فيل احمر، ابتعدوا عن التفكير بموضوع الفيل اللي هو شكله احمر، اللي لونه احمر، اللي ببلش يطرق على الدماغ وعلى التفكير لون الاحمر على ابسط الاحوال. اذا بدنا نحكي موضوع ما تخيلتي الفيل مع اللون الاحمر، بس انت دخل لعقلك موضوع اللون الاحمر. فنفس الشيء نحن موضوع الحمل الكذبي، يعني انا لما الانسانه مثلا هي بتتمنى انه تكون حامل، والبنت الصغيره من هي وصغيره بتتربى على انه هي انت حتصيري ام وديري بالك ومنجيب لها الالعاب البيبيات، انه انت حتكوني، ومنربي عندها شعور الام. فهي لما بتصير لمرحله الامومه وما بصير في عندها حمل، فبتبلش هي تبحث بنفسها الاعراض، يعني لمجرد ما صار دوخه بسيطه هي بتعتبر حالها فاتت بمرحله الوحام، فهي انه انا معناتها حصير حامل، وممكن تستدعي هذا الشيء يعطي اوامر للجسم. نحن بنعرف سلسله الجسم حتى الانسان عم بيسالوا لانه بطنه يكبر ممكن أي هذا الموضوع يعني يصير جسديا، يعني نحن هي بنسميها عوامل نفس جسديه. كيف لما بصير في خوف بصير في عنا تسرع بدقات القلب، بصير في عنا مثلا تعرق شديد، هذول الموضوع نفس الشيء لما هي بتتوهم فبتعيش الحاله تماما، بس هي مو حاله حقيقيه، هي عوامل نفس جسديه. اللي بيحرك هدول الاعراض الجسديه هو العامل النفسي الاعلى فيها بيكون.
نعم هبة، يمكن كمان مثل ما قلتي هذا الوهم أو التفكير الزائد هو كمان بيحرك الهرمونات اللي ممكن أكيد تعطي هاي أكيد الأعراض الجسدية، لأنه بتتأثر بالحالة النفسية تماما. كتير. طب نحن هلا اليوم عنا حدا متوهم بمرض معين، إن كان سرطان أو كان مرض تاني، تماما كيف فينا نوعي هذا المريض على حالته؟ يعني هلا تماما مثلا ما بتخيل لو وشك أصفر مثلا، يعني كيف فينا نوعي انه في انت مانك هيك؟ تمام. نحن اول شيء بناديله على شيء اسمه البعد الكارثي. البعد تمام الكارثي هو انه انت شو اكثر شيء ممكن يصير معك في حال انت عم تقول انه انت مصاب وانت شاكك انه معك وانت ما بدك تروح تحلل عشان ما تكتشف هذا الشيء. في حال اكتشفت شو اكثر شيء ممكن يصير؟ نحن خلينا نعيش معه الحاله النفسيه، لانه غالب المحرك الوهم الاساسي هو حاله نفسيه، تمام. انه انا بدي اعيش حاله فقدان، انا بدي اعيش اذا كانت المراه فانا بدي اعيش ممكن انوثتي، حدا يسحب مني هي الانوثه، حدا يسحب مني هذا الموضوع، هذا المرض. دائما بيجي معه للاخر انه شو ممكن يصير معك مثلا تماماً. المريض يعني شو اقصى شيء ممكن يصير؟ انك بدك تموت. ليه؟ معقول هيك نقول له؟ لا 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 لا، نحن بنطلب منه الاجابه تمام شو اكثر شيء ممكن. طيب في حال متت شو هو اللي حيصير؟ نحن بدنا نوصل معه للحاله النفسيه اللي هو خايف منها. حيقول لك انا مين بده يعيش اولادي؟ انا مين بده؟ فنحن بنبدا نعطيه البدائل اللي هي ممكن تعطيه الشعور بالراحه. تمام. شو هي البدائل؟ انه انا مين بده يعيش مع اولادي؟ طب شو رايك انت من هلا تشتغل على شيء ممكن هو يساعد اولادك انه هن يكون لهم عائل بعد وجودك؟ فانا ممكن اشعره شوي بالراحه لهذا الشخص لحتى هو يحس انه انا ما حاتركهم لا شيء. يعني انا هذا الوهم انه اذا ورجيته محسس على الارض المريض بالامان، يعني لو انت مثلا توفيت او صار لك شيء تمام اولادك حيكونوا بامان. اما في حال انت معناتها هلا خلينا نشتغل انك انت تعمل لهم شيء يكون لهم وارد، يكون لهم يلجؤوا له في حال انت صار لك شيء. فهذا الموضوع دائما نحن عندنا الوهم اساسه هو الخوف من المجهول، اني انا ما بعرف لوين رايح، انا الطريق اللي رايحه له ما بعرف لوين حوصل فيه. فهذا الوهم بحد ذاته اذا كان هو المحرك لي، فانا طب انا وين بدي اودي عائلتي؟ انا وين بدي اروح؟ انا كيف بدي اترك امي وابي ما عندهم حدا؟ فخلينا نشتغل من خلال الوهم على اشياء وامور وافعال ثابته على ارض الواقع. طبعا. يعني خلينا نشتغل اليوم لنوقي نفسك من الوهم نفكر لاحقا. بس باليوم ليش لا نفكر مثلا بالمستقبل؟ المريض مثلا خلينا نخليه يعيش يومه بشكل سعيد مثلا مبسوط، ليش لا نخليه انه يوصل للمستقبل بعد ما يتوفى ويموت؟ انا دائما بشجع انه المريض انه ما يعرف حاله يعني دائما ما يعرف حاله انه تعبان، انه عائلته تدري مثلا بالقصة تماما، بس هو ما يكون عنده خبر مشان حالته النفسيه كثير تماما بتأثر هي عليه. كثير بتاثر، وحتى في دراسات اثبتت انه الاشخاص اللي هن بياخذوا دعم من اسرهم ومن عائلتهم ومن الاشخاص يعني الاقرباء منهم بمحيطهم هن اقدر على تجاوز وهم المرض واقدر على تجاوز المرض بحد ذاته من الاشخاص اللي هن ما بيتلقوا دعم. قد تمام. يكون الشخص اللي عنده وهم اذا بده يتلقى دعم فهو كيف نحن بدنا نثبت له هذا الشيء بحق قائق، وكيف نحن نثبت له الاشياء اللي خايف منها لشو بده يوصل له هذا الوهم، او اذا كان على مرض ادراك اكثر تماما ناخذه على الواقع على اشياء على ثابته واقعيه اكثر. هي المشكله هي بقى انه نحن هلا عايشين بعصر يمكن مواقع التواصل الاجتماعي اللي عامله ضياع، اللي عامله صحيح. نوع من الخيال خلينا نقول عند البشر، شجعت الخيال اكثر ما جرنا تماماً. على الواقع، فهي كانت مشكله حقيقيه حتى بالمشاكل الصحيه. يعني كثير في قصص عم يتبعوها الناس مو صحيحة تماما عبر مواقع تماما. التواصل. لكن خلينا نحكي شوي اليوم، نحن كمان بشهر أكتوبر حملة طبعا توعية ضد سرطان الثدي. كثير من النساء ما بيتجرأوا يروحوا يفحصوا حالهم تماما. لكن بيتوهموا بقصص يمكن عبر الفحص الذاتي عبر أعراض تماما. معينة، وكثير شفنا نماذج يعني أكيد من أهلنا أكيد. من المجتمعات. كيف فينا كمان وخاصة الأنثى، لأنه الأنثى حالتها النفسية يمكن بتأثر على جسدها بشكل سريع أكثر، كيف طبعا. فينا فعلا كمان ندرك هذا الشيء ونوعيها أنه هي لوين رايحة؟ نحن ممكن بهذا الطريقة لما بدي ورجيها الخسائر والاشياء اللي هي ممكن تخسرها، نحن مع المرأة بالذات بنتعامل معها بالخسائر والاشياء اللي هي ممكن ما تتداركها واللي هي ممكن يفوت الوقت عليها لحتى هي يعني يصعب عليها تداركها. فانا اذا بيجي بحاكيها بموضوع الخسائر انه انت ممكن تخسري رقم واحد انوثتك في حال انت ما داركتي الموضوع بشكل مبكر. يعني انا اذا داركتي انت وعرفتي على حالك انه انت مصابه بوقت مبكر، فكتير منيح انك انت تروحي تاخذي مثلا جرعات او تاخذي ادويه او تاخذي شيء معين من العلاج اللي هو بيساعدك انك انت ما تقوم باستئصال هذا الشيء. فنحن كتير مهم نعرف انه النوعيه بالخسائر اللي هي ممكن تخسرهم. انت اذا لهي السنه
ما فحصتي نفسك السنه الجايه فحصتي نفسك حتلاقي حالك انت يمكن تطور عندك الموضوع فحيستدعي الموضوع لاستئصال الثدي. فخلينا نحن نقلها على نسبه الخسائر، انت حتضطري لتغيبي عن البيت او حتضطري انت يغيب نشاطك عن عائلتك لمجرد انت ابتعادك عن عدم الفحص، لانك انت حتعتبري حالك انه لا ما بدي، فالسنه الجايه او اللي بعدها اذا اكتشفتيه هو متاخر فانت حتصير بدك جرعات، حاله التعب حتكون اقوى. فاكتشفيه مبكر هذا الشيء كثير بيساعدك وبيخليكي انت تكوني قريبه من عيلتك اكثر، اضافه انت حتكوني قدوه لعيلتك بانك انت بتعملي الفحص الدوري، انت بتقومي بالعنايه بنفسك. طبعا يعني كل شيء للانسان على نفسه حق، على جسدك له عليك حق ولاولادك عليهم حق، فانت من حق نفسك عليك انك انت تطمني على حالك وتعرفي شو اللي صاير معك، انه انت بدك تحمي عيلتك او لا. لما بنحكي مع المراه عن الخسائر هذا الشيء كثير دافع بيعطيها اساسي لتقوم هي تقوم بعمل ما، اي عمل ما، لما بحكيه عن الخسائر ففورا بتعطيها محفز. هذا الشيء بيستعملوه الباعه بالبائعين، يعني بيقول لك اخر قطعه اذا ما اخذتيها حتروح علي، فبتحس حالها هي انه اخذت شيء لازم فرصه لازم تماما. كثير من العائلات بتلاقي عندهم مثلا ولد موسوس مثلا بأي شيء، يعني ممكن بالبيت امتى بعازة انه يكونوا انه يروح عند استشاري او طبيب نفسي برأيك؟ يعني امتى الاهل انه لازم ياخذوا هذا الطفل لعند استشاري نفسي؟ لمجرد ما لاحظنا انه هي الوساوس بلشت تعيق يومه الطبيعي فلازم يروح لاستشاري نفسي، لانه نحن عم نشوف انا وحتى عم نشوف في حالات من اليافعين عندهم وسواس نظافه بشكل فظيع، يعني هن عم تروح على المدرسه ما عم تقدر هي تتحمل رفيقتها اللي قدامها، ما عم تقدر تحمل شنطايتها، هذا الشيء عم يعيق نشاطها اليومي. فنحن اذا تركناه وتجاهلنا واعتبرنا انه معلش خلي بنتي نظيفه، خليها تتوسوس، خليها تتعلم، انت عم تنشئي امراه غير قادره حتى على فتح بيت، غير قادره بكره حتى على تغيير البامبرز للبيبي. فنحن كيف بدك انت تكوني ام صالحه لتقدري انت تفتحي اسره وتعملي بيت؟ فهذا الموضوع كثير مهم نحن نوعي عليه اهالينا واولادنا، انه انا امتى باخذ ابني للاستشاري النفسي لما هو بشوفه لشو تعرض. بلش ابني يقول لي انا تلوت ثيابي بدي اروح بدلهم، طيب هلا اذا ما في اواعي عندك شو ممكن تساوي؟ شو ممكن نعمل؟ شو هل استنى شوي؟ لا وخليني اقول له انه انطر شوي بس شي ساعه لحتى انا ام اتحجج اي شيء انت كأم لو تلوتوا اواعي انه انت تاجلي شوي لحتى يقوم يبدلهم. ما تحسسي في اولاد دغري الام بتلاقي وقع الولد دغري بتمسح له. طيب هيك دغري طيب هيك ما بيتعود انه ما يكون مثلا يعطيني بثيابه بيعطيني بنظافته الشخصيه، اذا الام تركته وقت بيفكر هذا الشيء عادي انه انا ثيابي مثلا موسخين بتركهم خلص عادي، يعني ما بيأثر عليه، مو هذا الشيء كمان ممكن يضره؟ يعني ما بتصدقي قد ايه الموضوع له علاقه بالصحه النفسيه. تمام. لما انا بترك ابني يلعب بتراب، اترك ابني يوسخ حاله، اترك ابني يعمل الاشياء اللي هي كثير حتى فيها جراثيم اوساخ مفيده له للصحه النفسيه وحتى لصحته الجسديه بتقويه المناعه اكثر بكثير من الاشخاص اللي اصحى يوقع واصحى يزحف، واذا زحف معناته توسخوا رجليه توسخوا ايديه. في اشخاص كثير كثير يعني انا بشوفهم عند بصالات الانتظار عند الاطباء بس لمجرد ما الولد دقر ايد الباب فورا بتمسح له ايده بالكلينكس. طب ليش هذا الشيء؟ خلي هذا الولد يكتسب هاي المناعه. انت عم تسالتيني سؤال كثير حلو، هل هو بصير بيتعود انه هو يصير مهمل لنفسه؟ لا، انا حساوي له عمليه تاجيل. تمام. انه احنا حنبدل الاواعي بس مو هلا، حبدل الاواعي لنرجع على البيت. بنشوف احنا عند العالم او عند الناس ابني لوت اواعي بخجل بحالي، ابني ما بيعرف ياكل، ابني ما بيعرف لوت حاله، شو بدهم يحكوا الناس علي؟ هذا المحرك الاساسي عند الاهل اللي هو صورته قدام الناس، شو بدهم يقولوا عنا؟ انه بالذات اللي بيوصخوا قبل ما يوصلوا عند العالم، يعني بيوصخوا اواعيهم قبل ما يوصلوا عند الضيوف، فهون بيحسوا انه شو بدهم يحكوا علينا العالم؟ ابنك اهم من صوره الناس لإلك. هذا الشيء كثير ضروري يعرفوه كل الاهل وكل الامهات. نعم، يعني هبه كثير مهم هالموضوع، وخاصه مثل ما قلنا صار شائع جدا بمجتمعاتنا، ودائما بنقول الله يبعد الوهم والشك. أكيد. لانه هي دائره سوداء يعني بتؤدي اخر شيء للاكتئاب ويمكن لحياتها مظلمة وكئيبة. تمام. حتى على الأسرة والمجتمع. نشكر وجودك معنا وشكرا لكل المعلومات اللي اعطيتينا. شكرا لكم. شكرا اكيد هبة، شكرا لوجودك معنا يعني الفقرة كانت كتير مميزة ولا يمل منك اكيد، وشكرا لكل معلومة قلتينا. شكرا كثير لك. بتمنى لك التوفيق.